السلام عليكم ورحمة الله، أنا أحمد أخو نورهان. أولا أنا آسف على اللايف اللي عملته امبارح، بس ربنا وحده يعلم، والله أنا ما كنت عارف أتكلم بسبب الزعل اللي جوايا، بس أنا مش مستعد أخسرها هي كمان. كفاية أمي ماتت، أختي بريئة والله، وأنا شفتها كذا مرة ومتأكد من براءتها، وقالت لي ربنا شاهد ومطلع، هي ممكن تكون هناك بتكفر عن أي ذنب عملته، بس مش مات أمها والله. وقالت لي انا والله ما كنت اعرف ان كل ده هيحصل، والله انا ما شفت حاجه في ايده، هي خوفها عليا اللي وصلها لكده. احمد، انت كنت عارف وملاحظ انا بحبك قد ايه وغلاوتك عندي قد ايه، حتى ماما كانت بتقولها وفاء بين اخواتك، ما تحسسيش ادم بفرق. ولا انك بتحب احمد اكتر، رغم ان ادم كان ابنها، كانت بتعامله كانه ابنها قبل ما يكون اخوها. انما انت كنت كل حاجه ليا وما زلت الاغلى، سامحني عشان ما قدرتش افتح لك الباب. قالت لي بس خوف عليك انك تتاذى، بس انا هنا اقسم بالله عشان اخلص ذنبي اني فتحت الباب بحسن نيه. انا خفت عليك انك تتأذى ويعملوا لك عمل زي ما عملولي، واني اتأذيت فخفت اتكلم، وبرغم كل ده لو حد غيرك والله كنت فتحت، واللي يحصل يحصل. انا بس كنت حابب اطلع اتكلم، مش عشان قصد اتشتم او كده، انا كنت حابب اتكلم على اختي اللي احنا عشنا معاها وعارفينها ان عمرها ما تعمل كده، ونفسي الناس تحس بيه. اي حد بيكم، حط نفسك مكاني، انا خسرت امي ومش مستعد اخسر اختي كمان. اختي لو مظلومة اقسم بالله ما كنت اتكلمت ولا دفعت عنها، بس ربنا وحده يعلم احنا كعيلة كنا متماسكين ازاي والناس عارفانا، اسألهم عننا حتى. بس كل اللي انا طالبه والله بس تسمح حضرة القاضي الحكم يتخفف، ينطق اي حكم بس بلاش حكم الاعدام. كفاية خسرت واحدة، كفاية خسرت أمي، مش عايز أخسر أختي كمان. بس اللي كنت عايز أوصله وطالب الناس ترحمنا، كفاية كده، احنا مش مستحملين بجد، ربنا ما يكتبها على حد. أنا طالب الناس تترحم على أمي لأن فراقها صعب أوي علينا وعلى أخويا اللي لسه سنه صغير. عشان كده مش هنقدر نستحمل فراق اختي كمان، لانها كانت كل حياتي، انا كنت بعتبرها امي التانية، وصدقوني الفراق صعب قوي. ربنا ما يجربه على حد، وطلب اخر من الناس حسوا بينا، بلاش كلام مؤذي وصعب قوي، ربنا ما يجربه على حد. وانا اسف لو كنت طولت عليكم في الكلام، وحابب اشكركم انكم سمعتوني، هو بس تسمح ان انتوا ترحمونا شوية، كفاية كلام، يعني انت اللي بتتكلم حط نفسك مكاني. بس ده كل اللي طالبه، يعني ما فيش حد فينا ما بيغلطش، ربنا غفور رحيم. انا مش مستعد اخسر اختي كمان، يعني انا كفاية خسرت امي. اي حد يحط نفسه مكاني كده فجأة لقيت نفسي خسرت امي وهخسر اختي، احساس صعب جدا، انا مش هقدر اعيش من غيرها، يعني كفاية امي راحت. وما فيش حد فينا ما بيغلطش، برضه الدكتور بيغلط والعالم بيغلط، وربنا غفور رحيم في الاخر. يعني هي ما اعترضتش والله على الحكم ولا على اي حاجه، بس انا بطالب بس اي حكم غير الاعدام، انا بستسمح حضره القاضي اي حكم غير الاعدام، احنا مش هنقدر نعيش من غيرها، حتى لو هنشوفها كل فين وفين بس عشان اخوها الصغير. اسف لو انا طولت عليكم، واشكركم جدا ان انتوا سمعتوني. السلام عليكم ورحمة الله.